قضية الجيش بعد قضية احتلال الموصل وقضية انكسار الجيش في قضايا كثيرة، قد يعني إذا أريد نذكرها نمر عليها مر كبير يحتاج إلى وقت، لكن ها هنا تكونت قضية وجود الحشد الشعبي ووجود حاجة ملحة في تلك المرحلة. واليوم الحشد حسب الكلمات التي أوردتموها ثقيلة، إنه الحشد انحرف واستغل الفتوى. أين استغل الفتوى وأين انحرف وفي أي مكان؟ الحشد لم ينحرف وبقاءه ضمان لوجود العملية السياسية أرجوك وهيكل العملية السياسية. الحشد الآن هو حشد سياسي، حشد خارج عن طاعة السيد القائد العام للقوات المسلحة، لديهم قيادات شيخ قيس الخزعلي، أكرم الكعبي، شبل الزيدي، غير 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 هواي ما أقدر أحكي لك إياهم، أنت تعرفهم. يأتمرون بأوامرهم، لا يأتمرون بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. يحاصرون المنطقة الخضراء، عندما يعتقل أحد منهم متهم بقتل المتظاهرين أو باستهداف البعثات الدبلوماسية، يروحون يخنقون المنطقة الخضراء اللي بيها الحكومة ويهينون الدولة. هذا الحشد يحتاج ضبط لون تركه، لأنه هو حشد عقائدي ونقد الموصل. أعطيني خلي أجاوبك حتى نعطي لكل حق حقه. قضية اعتقال القائد قاسم مصلح كانت قضية خاطئة وفيها ملابسات وملابسات قانونية. الحشد عند ذلك لم يكن متمردا، بل أثأر كأنما شعر إن هناك اختطاف لهذا القائد، لم تأتي ضمن الأطر القانونية.